إجلاء مئات المدنيين والجرحى من المدن السورية المحاصرة في إطار اتفاق ترعاه الأمم المتحدة. الصدر يدعو لانتخابات مبكرة في العراق ويؤكد على المحافظة على سلمية الاحتجاجات. الحوثيون يؤكدون مشاركتهم في محادثات سلام يمنية في الكويت. من المنتظر يتم إجلاء 250 شخصا من المدنيين والجرحى المحاصرين داخل مدينتي مضايا والزبدان في ريف دمشق، كما سيتم إجلاء 250 آخرين من بلدتي الفوعة وكفرية في ريف إدلب، تنفيذا للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين المعارضة والنظام في سبتمبر أيلول من العام الماضي برعاية الأمم المتحدة. وقالت مصادر محلية في إدلب إن عملية الإجلاء كانت مقررة يوم أمس، إلا أن القصف الذي شنته أمس طائرات النظام على المدينة حال دون ذلك. وأشارت المصادر إلى أن وفدا من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري يستعد خلال الساعات القادمة لإجلاء المحاصرين من مضايا والزبدان اللتين تحاصرهما قوات النظام وعناصر من حزب الله اللبناني من جهة، ومن كفرية والفوعة المحاصرتين من قبل المعارضة المسلحة من جهة أخرى. دعا رئيس وفد النظام السوري لمحادثات السلام في جنيف إلى استمرار المفاوضات مع فصائل معارضة أخرى بعد أن أعلن وفد هيئة التفاوض العليا المعارض تعليق مشاركته فيها أمس. وصرح الجعفري أن المعارضة ليست حكرا على الهيئة العليا للمفاوضات، في إشارة إلى مجموعتي منبر موسكو أستانا ومؤتمر القاهرة المعارضتين اللتين استشارهما المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا خلال المفاوضات، لكنهما لا تحصيان بنفس ثقل الهيئة العليا. وقد تفاوتت ردود فعل الأطراف الدولية على تعثر محادثات السلام السورية، بين من دعا إلى دعم العملية السياسية ومن تفهم موقف وفد المعارضة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما شدد في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي على ضرورة توصل الولايات المتحدة وروسيا إلى تفاهم من أجل المضي قدما في التعامل مع الأزمة السورية. وأعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست عن تفاهم الولايات المتحدة لموقف المعارضة السورية بشأن تعليق مشاركتها في محادثات جنيف، وأضاف أن بلاده ستعمل على إعادة أعضاء وفد المعارضة إلى طاولة المفاوضات. ومن الجانب الروسي انتقد وزير الخارجية سيرجي لافروف ما وصفه بالسلوك المتقلب لوفد الهيئة العليا للمفاوضات، واعتبر أن المفاوضات ليست مجمدة، مشيرا إلى أن وفد النظام ووفود مجموعات موسكو والقاهرة وأستانا ومجموعة حميميم ما تزال في جنيف. بالعودة إلى الملف الإنساني في سوريا، ينضم إلينا من ريف إدلب من معرة النعمان الناشط الإعلامي أحمد الإبراهيم. سيد أحمد، هل توفرت الظروف الملائمة لإجلاء المدنيين والمحاصرين من البلدات التي أعلن عنها؟ نعم، مساء الخير أختي الكريمة. رغم كل الهدن والمفاوضات والمؤتمرات التي تنعقد من أجل وقف القصف على المدنيين، لا زال النظام والروس يواصلون هجمتهم الشرسة على الشعب السوري. فقامت الطائرات أمس الروسية باستهداف في الساعة 12 ظهرا السوق الأساسي في مدينة معرة النعمان وسوق الخضار بثلاث صواريخ فراغي. أختي الكريمة، السوق كان مزدحم جدا بالمدنيين، فخلفت هذه الصواريخ مجزرة لم تحدث قبل. أشلاء الأطفال ملأت الجدران، ملأت الشوارع، اختلطت بالفواكه والخضار. أختي الكريمة، أكثر من 41 شهيد و100 جريح كانت حصيلة هذه المجزرة. طيب أحمد، هل لديك معلومات بالنسبة لعملية إجلاء المدنيين والمحاصرين؟ متى ستبدأ؟ كم من الوقت ستستغرقه؟ نعم أختي الكريمة، بعض المدنيين نزحوا من المدينة بسبب تخوفهم من المجازر التي سوف تحدث مقبلا. الوضع الإنساني سيء جدا، الوضع الإنساني سيء جدا في المدينة، المدنيين معظمهم يغادرون، يعني الوضع جدا جدا سيء أختي الكريمة.
شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من ريف إدلب الناشط الإعلامي أحمد الإبراهيم. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات مبكرة لإنقاذ العراق من تبعات الاضطرابات السياسية. وأعلن الصدر انسحاب نواب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من اعتصام البرلمان وتجميد عمل الكتلة وعدم انخراطها في الجدل السياسي إلى حين انعقاد جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية. ودعا الصدر إلى الحفاظ على ما سماه بالثورة الشعبية والاستمرار في الاحتجاجات السلمية محذرا من محاولات السياسيين حرفها عن مسارها. يغادر وفد يمثل الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح اليوم العاصمة اليمنية صنعاء للمشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت. وأوضح عضو وفد الحوثيين المفاوض مهدي المشاط أن قرار الموافقة على المشاركة جاء بعد أن تلقت جماعة الحوثي تأكيدات بتثبيت وقف إطلاق النار والأعمال القتالية بشكل كامل، وأن تكون أجندات الحوار واضحة وتلامس القضايا التي من شأنها الخروج بحلول سلمية تنهي الأزمة. وأشار إلى أن وفد الحوثيين قد يعلق مشاركته في حال عدم الالتزام بوقف الأعمال العسكرية أو فرض أجندة غير متوافق عليها بحسب تعبيره. كان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أكد أن محادثات الكويت تهدف إلى وضع حد للصراع بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ينضم إلينا من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، متى من المتوقع يغادر وفد الحوثيين وصالح العاصمة صنعاء؟ حتى اللحظة لم يتأكد مغادرتهم، ربما أنهم يغادرون خلال الساعات القادمة. قد يكون هناك ثمة ضمانات أو ثمة اتفاق على شروط قد يتفقوا عليها من أجل مغادرتهم مطار العاصمة اليمنية صنعاء. على الصعيد الميداني كان هناك تفجيرات هنا في العاصمة عدن، وهي تفجيرات لمئات الألغام التي خلفتها الحرب بين المقاومة الشعبية الجنوبية ومسلحي الحوثي وصالح في المدينة. في محافظة تعز كان هناك أو قام مسلح هم مجهولون باغتيال احد القيادات في المقاومه الشعبيه واسمه ابو رقبه، وكانوا يستقلون دراجه ناريه. ياتي هذا في وقت كان هناك اشتباكات متقطعه، ولاول مره يشن طيران التحالف هذا اليوم غارته على الجبهه الغربيه جبهه الضباب، ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين او مسلحي الحوثي وصالح. وياتي هذا ردا على الخروقات التي قام بها مسلحي الحوثي وصالح. في محافظه البيضاء وسط اليمن حدثت هذا اليوم اكبر عمليه تبادل للاسرى ما بين الحوثيين وما بين تنظيم القاعدة، حيث تم تبادل ما يقارب 96 أسيرا من بينهم الأسيرين الذي أو أبناء الشيخ طارق الفضلي وهو أحد القيادات القريبة من تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى 47 من الحوثيين و49 من عناصر تنظيم القاعدة تم تسليمهم هذا اليوم. نعم، ومع خرق الهدنة المستمر في اليمن، هل يعول اليمنيون على الصعيد الشعبي على محادثات الكويت المرتقبة؟ بالنسبة لليمنيين لم يعودوا يعولوا كثيرا على المحادثات الكويت، خصوصا وأن الكثير من المحادثات فشلت، بالإضافة إلى أن خرق وقف إطلاق النار والتبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة مسلحي الحوثي وصالح من جهة والمقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة أخرى، هناك ضحايا يسقطون. في محافظة تعز منذ البارحة سقط عدد من القتلى من المدنيين بسبب قصف مسلحي الحوثي وصالح للأحياء السكنية. الحوثيون ومسلحي صالح كذلك يتهمون المقاومة الشعبية بخرق وقف إطلاق النار، اتهامات في مختلف جبهات القتال، وهناك كذلك عشت وتعزيزات من قبل الطرفين، وهو ما يجعل اليمنيين أكثر يأسا من أن تنجح هذه المفاوضات، على اعتبار أن الكثير منهم أو الكثير من أطراف الصراع يريدون حسم المسألة عسكريا. شكرا جزيلا لك من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي. ألقى قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز حمود المخلافي باللائمة على إيران في استمرار القتال في اليمن وعرقلة محادثات السلام المرتقبة في الكويت. وأشار المخلافي إلى أن تأخر وصول وفد الحوثيين إلى الكويت ومراوغتهم يشير إلى عدم مصداقيتهم ومصداقية حلفائهم الإيرانيين. واعتبر المخلافي أن الحسم العسكري سيكون أضمن من معاهدات أو اتفاقيات يتم اختراقها من قبل الحوثيين خلال فترة زمنية قصيرة حسب تعبيره.
لم يتلقى الآلاف من جرحى الحرب في مدينة تعز أي اهتمام يذكر من قبل الحكومة اليمنية، وهو ما يفاقم من معاناتهم، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يكابدها اليمنيون. نبيل. لا يزال رأفت علي يعاني من جراحه التي أصيب بها منذ 5 أشهر في إحدى جبهات القتال بين المقاومة الشعبية ومسلحي الحوثي وصالح في مدينة تعز جنوبي اليمن. رأفت البالغ من العمر 35 عاما سئم القعود على كرسيه المتحرك وينتظر التفات الحكومة الشرعية لحالته الصحية وحالات آلاف الجرحى الذين يفوقون معاناته. منذ إصابتي في تاريخ 26/11/2015 الى تاريخنا الى تاريخ اليوم، وانا اعاني من اصابه بالرجل اليمنى واصابه بالرجل اليسرى. الاصابه بالرجل اليمنى فاقد 10 سم من العظم مع القليل من المفصل، مفصل الركبه، والرجل اليسرى تكتل عظم في الركبه. ولما القى اي عنايه او اهتمام بعمليه عظام. بلغ عدد الجرحى منذ اندلاع الحرب اليمنية قبل نحو عام 12,000 جريح بحسب إحصاءات محلية، ولا يزال الكثيرون منهم في انتظار افتتاح الحكومة اليمنية لمراكز أطراف صناعية أو نقلهم للعلاج إلى خارج البلاد. هذه الحرب أنتجت لنا ما يزيد عن 12,000 جريح، 533 جريح يحتاجون السفر إلى الخارج بأسرع وقت ممكن. أضف إلى ذلك لدينا 91 جريح معاق، 54 منهم من فقدوا أطرافهم. ومع استمرار قصف مسلحي الحوثي وصالح للأحياء السكنية في مدينة تعز تزداد أعداد الجرحى وغالبيتهم من المدنيين. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل فتى فلسطيني في مخيم قلنديا للاجئين قرب القدس في الضفة الغربية، كان قد استشهد في يناير الماضي بعد تنفيذه عملية داخل مستوطنة بيت حورون غرب مدينة رام الله. وأفاد شهود عيان باقتحام العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية مخيم قلنديا فجر اليوم، وبوقوع مواجهات عنيفة بين الجنود الإسرائيليين وعشرات من الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالإضافة إلى إصابة جنديين إسرائيليين. وفي مواجهة الهبة الفلسطينية قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات، بينما يعتبر معارضو هذا الإجراء بأنه عقاب جماعي يلحق ضررا بالعائلات التي تجد نفسها بدون مأوى. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات للبيوت في بلدة العيسوية في مدينة القدس، اعتقلت خلالها 31 فلسطينيا معظمهم من القاصرين بتهمة ضلوعهم في أعمال مخلة بالنظام العام بحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي. وقررت السلطات الإسرائيلية إبعاد عدد من الفلسطينيين عن البلدة بحجة إقامتهم بصورة مخالفة للقانون فيها. وقامت قوات الاحتلال أيضا باعتقال عدد من الشبان من مختلف مناطق الضفة الغربية. وتأتي هذه الحملة المكثفة بعد انفجار قنبلة على متن حافلة في القدس أمس الأول الاثنين أسفر عن إصابة 21 إسرائيليا. قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن الاتحاد لا يعترف باحتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية، مؤكدة أنه لا يقر إلا بحدود إسرائيل ما قبل عام 67. وجاءت تصريحات موغيريني في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ردا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الجزء الذي ضمته إسرائيل من الهضبة عام 81 سيبقى إلى الأبد تحت سيطرة إسرائيل. وجاء كلام نتنياهو في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد للمرة الأولى مؤخرا في هضبة الجولان. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. فنان جرافيتي في غزة يزين سيارات وأجساما بجماليات الخط العربي. أهلا بكم من جديد.
يصل وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم في زيارة قصيرة، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري قبل توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور اجتماعات القمة الأمريكية الخليجية المقررة غدا الخميس. وستتناول المحادثات بين الطرفين تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر وتبعات ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر. وتأتي هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكية إلى مصر بعد توجيه انتقادات لاذعة للنظام المصري بسبب إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية التي أبدى فيها قلقه من علاقة النظام الحاكم بالمجتمع المدني. حدد مجلس النواب الليبي يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية للنظر في إقرار تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. جاء ذلك بعد مشاورات واجتماعات جمعت أعضاء مجلس النواب المؤيدين لحكومة الوفاق والمعارضين لها من أجل الوصول إلى توافق حول هذه المسألة عقب تعذر عقد جلسة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين رغم توفر النصاب القانونية. وأعرب عدد من النواب المؤيدين لحكومة الوفاق عن رغبتهم في عقد جلسة بعيدا عن طبرق برئاسة النائب الأول صالح محمد شعيب لمنح الثقة للحكومة في حال استمرار فشل مجلس النواب في عقد جلسة خاصة للتصويت على الحكومة. أعربت الولايات المتحدة عن استيائها لامتناع زعيم المتمردين رياك ماشار عن العودة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان التي كان من المقرر أن يعود إليها يوم الاثنين الماضي. وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لتخلف رياك ماشار عن العودة إلى جوبا لأداء اليمين كنائب أول للرئيس ولتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية كما كان مقررا بموجب اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الصراع على السلطة الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص منذ اندلاعه في أواخر عام 2013. أنهى عمال النفط والغاز في الكويت إضرابهم وأعلنوا عودتهم للعمل اعتبارا من صباح اليوم وفقا لبيان نشره اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات. وجاء قرار إنهاء الإضراب بعد ساعات من إعلان وزير النفط الكويتي استبعاد التفاوض مع اتحاد العمال إلى حين إنهاء الإضراب. وكان عمال قطاع النفط قد بدأوا إضرابا يوم الأحد الماضي احتجاجا على مخطط يخفض أجور موظفي القطاع العام. والآن إلى جولة مع آخر الأخبار الاقتصادية. أعلن المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي في الكويت الشيخ طلال الخالد الصباح انتهاء إضراب العاملين في القطاع النفطي الكويتي وعودة عجلة العمل إلى طبيعتها مشيدا بنجاح خطة الطوارئ التي انتهجها القطاع النفطي الكويتي والتي هدفت إلى تأمين التزامات مؤسسة البترول الكويتية محليا وعالميا. هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم بعد أن أنهى عمال القطاع في الكويت إضرابا استمر ثلاثة أيام وتسبب في انخفاض إنتاج البلاد من الخام إلى نحو النصف، وهو ما أدى إلى عودة المخاوف بشأن تخمة الإمدادات، حيث خفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا وثمانية سنتات ليصل إلى 42 دولارا وخمسة وتسعين سنتا للبرميل، في حين انخفض الخام الأمريكي دولارا وعشرة سنتات ليصل إلى 39 دولارا وثمانية وتسعين سنتا للبرميل. تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم لتهبط من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مقتفية أثر الخسائر في آسيا مع هبوط أسعار النفط والمعادن والذي فرض ضغوطا على الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية. فقد نزل مؤشر يوروفيرست 300 0.3% في حين انخفض مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.7% ومؤشر الموارد الأساسية 0.6% ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة.
أعلنت شركة إنتل الأمريكية العملاقة المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر أنها ستخفض ما يصل إلى 12 ألف وظيفة في جميع أنحاء العالم، أي ما يصل إلى 11% من قوتها العاملة، وذلك في ظل ظهور أجهزة منافسة جديدة للكمبيوتر التقليدي. قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز إن بلاده تعتزم تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها بعد هجمات باريس شهرين إضافيين لتأمين بطولة أوروبا لكرة القدم المرتقبة هذا العام. وأضاف فالز أن وزير الداخلية برنار كازنوف سيعرض هذا الاقتراح على وزراء آخرين في وقت لاحق اليوم قبل أن يحيله إلى البرلمان. وحظي قرار فرض حالة الطوارئ بتأييد في فرنسا، إلا أن جماعات حقوق الإنسان أبدت قلقها إزاء تمديده. والآن إلى أبرز أخبار الدورية العربية والعالمية في الجولة الرياضية التالية. تكمل الليلة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة مباريات مؤجلة سيدور الصراع فيها بشكل أساسي حول المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل. ليفربول الذي بات يحقق نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة يستقبل جاره إيفرتون في ديربي الميرسي سايد، بينما يستضيف صاحب المركز الخامس مانشستر يونايتد ضيفه كريستال بالاس، وعينه على انتزاع الفوز وتقليص الفارق مع صاحب المركز الرابع أرسنال إلى نقطة واحدة فقط. وفي إسبانيا يدخل الدوري الإسباني جولة 34 وسط تقارب حظوظ ثلاثة فرق في التتويج، حيث يواجه المتصدر برشلونة الذي فشل في تحقيق الفوز في آخر أربع جولات مضيفه ديبورتيفو لاكارونا، بينما يرحل الوصيف بفارق الأهداف أتلتيكو مدريد لمواجهة أسود الباسك أتلتيك بلباو، فيما يخوض ريال مدريد صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة اختبارا صعبا أمام ضيفي فياريال صاحب المركز الرابع في ترتيب الليغا. وفي ألمانيا قاد النجم الألماني توماس مولر فريق بايرن ميونخ للفوز على ضيفه فيردر بريمن بهدفين نظيفين في نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا، وافتتح مولر باب التسجيل عند الدقيقة 30 قبل أن يعود في الشوط الثاني ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء، ينتظر العملاق البافاري في النهائي الفائز بمباراة الليلة بين هيرتا برلين وبروسيا دورتموند. يسعى الأهلي المصري الليلة إلى استغلال عملي الأرض والجمهور لاجتياز عقبة ضيف يونغ أفريكانز التنزاني في إياب دور 16 لدوري أبطال إفريقيا. هذا وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. ختام جولتنا الرياضية مع دوري كرة السلة الأمريكي المحترفين، حيث تغلب أتلانتا هوكس على بوستن سلتكس في المباراة الثانية المرحلة الإقصائية للدوري ب 89 نقطة مقابل 72. هذا وتألق النجم هوكس كايل كوربر بتسجيل 17 نقطة قادت فريقه لتحقيق الفوز. فاز كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ولاية نيويورك، وحصل ترامب على أكثر من 60% من الأصوات متفوقا على كل من حاكم أوهايو جون كيسيك والسيناتور تيد كروز. من جهتها حصلت كلينتون على نحو 58% من أصوات الناخبين لتعزز بذلك تقدمها على منافسها بيرني ساندرز. يستخدم فنان جرافيتي فلسطيني من غزة فن الخط العربي لتزيين السيارات والأجسام، ما يحولها إلى لوحات فنية. قلم تحديد سميك أسود اللون هو ما يستخدمه بلال خالد من مدينة غزة لرسم لوحات فنية بالاعتماد على فن الخطوط العربية. اللوحة الجمالية التي تشكلت من الأحرف المتشابكة على هذه السيارة لاقت رواجا لدى بعض الناس، وهو ما ميز بلال عن غيره في هذا الفن الجديد الذي يعتمد على مهارة التخطيط. هذا فن اسمه فن الكاليغرافي. فن الكاليغرافي طبعا هو عبارة عن فن الخطوط والتلاعب في الخطوط بحيث أنه تخرج معك لوحة جمالية، يعني شغلات مثلا مش ضروري أنها تكون مفهومة أو جملة معينة، لكن أنها بتكون تحمل طابع
جمالي معين، بضيف جمالية وين ما انحطت الأحرف هاي. الرسم على أجساد اللاعبي كمال الأجسام هو أحد الصور الأخرى لهذا الفن، حيث يعتبره البعض مقبولا بدل الوشم خاصة في المجتمعات المحافظة. أنا شغال على نفسي في رياضة كمال الأجسام اللي هي البودي بيلدينج، وحبيت أن أنا أتميز بهاي الشغلة. هي طبعا في ناس ممكن ما تفهمش الإشي المكتوب، لكن هذا الإشي صار لازم يكون موجود حتى الناس يثير عندها الفضول. ويشير بلال إلى وجود طلب فعلي كبير على تصميماته المتنوعة التي تشمل الحقائب والملابس، ولا يقتصر عمل بلال على الجانب الربحي فقط، بل يستخدم فن الجرافيتي على الجدران بدون مقابل لإعطاء فرصة للجميع لكي يستمتعوا بفنه. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.